توم شاحنة الجر. مرحبا يا رفاق، هل تعلم الصغيرة توم كيفية لعب كرة السلة؟ هذا رائع. هيا يا رفاق، احترسا من هذا الحبل، قد يكون خطرا. لقد تشابكتما الآن، هذا شيء سخيف. جيرمي، عليك أن تتحرك في الاتجاه المعاكس حتى تفك نفسك. ماذا هناك؟ أوه لا، الحبل عالق. لنتصل بتوم شاحنة الجر ليحل المشكلة. مرحبا يا رفاق، جيرمي وشارلي علقا في حبل شارلي، هل يمكنكما القدوم لإصلاحهما؟ أنت محق توم، لقد كانا هما السبب فيما حدث. ستقوم بجرهما إلى المرآب لإصلاحهما. حسناً، هذه هي المشكلة، الحبل متشابك مع الإطار شارلي. صغيري توم، هل يمكنك أن تحضر قاطع الأسلاك؟ كن حذراً، إنه حاد. هكذا أفضل أصدقائي؟ واو، مهلا يا رفاق، توم لم يقم بإصلاحكما بعد. أليس كذلك توم؟ صغيري توم، هل يمكنك أن تحضر حبلا عن الرف؟ شكرا صغيري توم. هناك شيء ينقصنا. هذا صحيح، صنارتك. بقي لدينا شيء واحد صغيري توم، هل يمكنك أن تحضر رافعة والدك؟ لقد تم إصلاحك، لكن عليك أن تكون حذراً جداً مع رافعتك شارلي، قد تكون خطرة جداً. شكراً توم. شكراً صغيري توم. صغيري توم، إلى أين أنت ذاهب؟ توم صغيري، لقد علقت بصنارة شارلي. توم، عليك أن تحذره. نراكم لاحقاً أصدقائي.
مرحبا جاري، إلى أين أنت ذاهب؟ ذاهب للعب الخدعة أو الحلوى؟ هذا بالتأكيد شيء ممتع. احترس، هل أنت بخير؟ سأذهب وأحضر توم، يمكنه مساعدتك. مرحبا توم. وصغيري توم، جاري شاحنة القمامة اصطدم بجدار، هل يمكنكما مساعدته؟ ممتاز. ها هو توم، سنقوم بجرك إلى المرآب حتى يقوم توم بإصلاحه. ماذا ستفعل أولاً توم؟ توم يقول أنه سيقوم بتبديل ذراع جاري المكسورة. هذه ذراع جديدة. الآن لنقم بفك الذراع القديمة. ما المشكلة توم؟ تريد من الصغير توم أن يساعدك؟ أتساءل أين هو؟ ذراعك الجديدة تعمل بشكل جيد. ما التالي توم؟ سنقوم بطلاء خدوش جاري. طلاء أخضر حتى نحافظ على شكل فرانكنشتاين الوحشي. هل هذا يدغدغك جاري؟ لم يظهر الصغير توم بعد. لا تقلق توم، أنا متأكدة أن الصغير توم سيعود قريبا. تبدو مذهلا جاري. أين كنت صغير توم؟ الصغير توم يقول أنه ذهب لإحضار هدية لجاري. شعر مستعار جديد، تبدو رائعا. أحسنت عملا صغيري توم. أعتقد أن توم لديه فكرة. دلاء للعب الخدعة أو الحلوى، هل أنت ذاهب للخدعة أو الحلوى أيضا توم؟ توم ذاهب للمرآب ليساعد أي صديق يحتاج المساعدة. أحسنتما عملا توم وصغير توم لإصلاحكما جاري. هالوين سعيد جميعا، نراك لاحقا توم.
مرحبا فلافي، ماذا حدث؟ الوقود يتسرب، هل تذكرين أنك اصطدمت في شيء ما؟ لا، لا تقلقي، انتظري هنا فلافي، توم شاحنة الجر، يمكنه بسهولة إصلاح جميع أعطالك. مرحبا توم، توم هل تسمعني؟ توم، توم، أوه شكرا يا رب، أخيرا. يبدو وكأن يومك سيكون مشغولا، فلافي الشاحنة المسطحة تحتاج مساعدتك، هيا دعنا نذهب إليها. من هذا الطريق توم. لقد حضر توم لينقذك فلافي. حان الوقت لجر فلافي إلى المرآب. يبدو وكأن لديك الكثير من العمل توم. نحتاج لإصلاح فلافي بسرعة قبل أن ينفذ جميع الوقود لديها توم. أحسنت صنعاً توم، استمر. ولقد وصلنا المرآب. توم، أعتقد أنك تحتاج أن ترتاح قليلاً. ممتاز. حسناً، ما رأيك توم؟ نعم، خزانات وقود فلافي تحتاج أن تقفل جيداً. نعم، هناك توم، هناك شق يحتاج أن يقفل، ومنه ينفذ الوقود. حسناً، ماذا نفعل الآن توم؟ نعم، اللحام، إنها فكرة رائعة. احذري فلافي، قد يجلب هذا لك بعض الحرارة. أحسنت صنعاً توم، فلافي أنت الآن ممتازة. المقطورة تبدو قديمة وتالفة، ما رأيك توم؟ ممتاز، دعنا نقوم بتغييرها. فلافي، ستحصلين على مقطورة جديدة، متشوقة لذلك؟ واو، لقد وجدنا شيئاً، لكن هذه المقطورة أطول من القديمة. توم، هل تعتقد أن هذه مناسبة؟ أوه، لا، كيف سنثبت هذه توم؟ لقد وجدتها، تريد أن تثبت إطارات جديدة؟ إنها فكرة رائعة توم. حسناً، هذا جيد، تستطيع أن تحمل أشياء أكبر الآن. أعتقد أنك جاهزة الآن، ما رأيك فلافي؟ عظيم، أوه لا، كنا سننسى ذلك. نعم، أنت محق، نحتاج أن نغير المصابيح الأمامية لفلافي أيضاً. هل هذا مناسب توم؟ أوه حسناً،
ما رأيك بهذا؟ ممتاز، لقد وجدنا مصباحاً مناسباً جداً لفلافي. بإمكانك تجربتهما فلافي لنرى إن كانا يعملان جيداً. أحسنت صنعاً توم. إلى اللقاء فلافي، نراك قريباً. وداعاً توم، نراك لاحقاً. توم شاحنة الجر. مرحباً سام، يبدو أنك تعمل بجد اليوم. حسناً، يمكنك استكمال عملك. يبدو أن سام جائع ومشتت الذهن. سام احترس. عزيزي، كنت خائفة من أن يحدث هذا. مرحبا كارلو. كارلو، سام يحتاج مساعدتك. هل يمكنك إحضار توم؟ مرحبا توم، سام تعرض لحادث. هل يمكنك جره إلى مرقبك؟ مذهل. لا تقلق صغيري توم، يمكنك المساعدة أيضاً. هيا بنا. أخبار جيدة سام، توم سيقوم بجرك إلى مرقبه. إذن تعتقد أنه يمكنك عمل الإصلاحات؟ ممتاز، هيا بنا إذن. من أين تريد أن تبدأ؟ إنهم مناسبون جداً. تنجز عملك بسرعة توم. جميل، ما الخطوة التالية؟ سجادة؟ ماذا يوجد بالأسفل؟ ألاحظ ذلك، جاروف ثلج جديد. إنك مساعد مجتهد صغيري توم. تبدو مذهلاً سام، كالجديد تماماً. الآن بما أننا انتهينا من إصلاحك، هل أنت جاهز للعودة للعمل؟ شكراً لمساعدتكم لنا يا رفاق، أنتما رائعان. ما زال الثلج يتساقط كما ألاحظ. هذا يبدو مذهلاً يا رفاق، أنتم فريق رائع. مرحباً كارلو. لقد أحضرت بيتزا للجميع. أعلم أن سام جائع جداً، أليس كذلك سام؟ وداعاً أصدقائي، نراكم في المرة القادمة.